السيد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، أصحاب السعادة والسماحة والنيافة، ممثلي البحثات الدبلوماسية ومندمات المجتمع المدني، السيدات والسادة المشاركون في هذا الحدث المهم، طابت أوقاتكم. بداية أود أن أرحب بكم جميعاً لحضوركم ووقوفكم معنا في هذا اليوم الحزين، وأخذ بالذكر جميع أعضاء شبكة ناجيات اليزيديات الحاضرين معنا اليوم. أرسل تحياتي أيضاً إلى جميع الناجيات والناجئين من جرائم داعش والإرهاب حول العالم، كما أود أن أشكر مندمة يزدا على إتاحة الفرصة لي لإلقاء كلمة الذكرى السنوية للإبادة الإيزيدية بالنيابة عنهم وعن الشعب الإيزيدي. غدا المصادفة 3 أغسطس ستمر علينا الذكرى 6 للإبادة الإيزيديين على يد الدولة تنديم داعش الإجرامي أو ما يسمى بالدولة الإسلامية في العراق والشام. الذكرى المؤلمة لي شخصياً بفقداني لأخي وأبي وأكثر من 50 من أقربائي وعائلتي، يوم قتل وأسر الآلاف من اليزيديين وسبي الآلاف من النساء اليزيديات في القرن 21 وبيعهم في أسواق النخاسة وتعذيبهم جسدياً ونفسياً، يوم فصل الأطفال اليزيديين عن أمهاتهم وتجنيدهم في معسكرات داعش وغسل أدمغتهم، يوم إجبار الأسر اليزيديين على ترك دينهم ومعتقداتهم بالإكراه، يوم قتل الجماعي لليزيديين في قرى كوجم وحردان وسولاق وطل عزير وسيباي وجميع مناطق سنجار، الذي اليوم الذي تم فيه محاصرة الآلاف من اليزيديين في جبل سنجار تحت درجة حرارة أكثر من 45 درجة مئوية، اليوم الذي مات فيه المئات من الأطفال والعجز من العطش والجوع، يوم العشرات من المقابر الجماعية المكتشفة وغير مكتشفة في سنجار، يوم إجبار اليزيديين على ترك مناطقهم في سنجار ومناطق شيخان وبعشيقة وبعزاني، يوم تدمير بيوتنا ونهب ممتلكاتنا من قبل عناصر داعش والموالين لهم في المنطقة، يوم تدمير أكثر من 68 موقع ديني وثقافي لليزيديين، يوم أصبح الوجود والهوية للإيزيدية مهددة بالانقراض من وجه الأرض. كوجو قرية التي كانت تسكنها حوالي 2000 أبيدت بالكامل على يد عناصر داعش وجيراننا المولين للفكر الإرهابي بعد حصار دامت أكثر من 10 أيام، حيث ارتكبوا أبشع جرائم العصر بحق الإنسان. أيها الأخوة، أيتها الإخوات، تنديم داعش الإجرامي ارتكب جرائم مروعة بحق الإيزيديين وجميع المكونات والمجتمعات في العراق وسوريا وحول العالم، وأخص بالذكر هنا جرائم داعش ضد المسيحيين والشبك في الموصل، جريمة سبايكر وجرائم داعش ضد التركمان الشيعة في تلعفر وضد الكاكائين في كركوك وغيرهم. أنا كفتاة إيزيدية عشت هذه الإبادة بكل تفاصيلها ومعاناتها، ابتدأت من الخطف ثم السبي والبيع وفقداني لأغلب أفراد عائلتي وأقربائي وفصلي عن ما تبقى من عائلتي وإجباري على ترك قريتي وأرضي وبلدي إلى أن انتهى به المطاف في دولة ألمانيا التي احتضنتني وعالجتني وساعدتني مشكورا. لست وحدي عشت هذه الإبادة والمعاناة، بل عشرات الآلاف من شعبي عاشوها أو ربما بطريقة أسوأ. الشعب العراقي بجميع مكوناتها يعيش الآن وضعا صعبا في المرحلة ما بعد داعش، وخصوصا في ظل انتشار وباء كورونا،
ولكن وضع اليزيديين والمسيحيين والأقليات الصغيرة الأخرى مأساوي ومزري تماما، وهم يعيشون حالة إبادة مستمرة وهم على حافة الانقراض في وطنهم. بعد 6 سنوات من الإبادة لا يزال أكثر من 2800 شخص أغلبهم من النساء والأطفال مفقودين، وأكثر من نصف اليزيديين في العراق يعيشون في مخيمات النزوح وفي وضع إنساني مأساوي ومزري ومستقبل مجهول. غالبية مناطق اليزيدية والأقليات مدمرة، وخصوصا سنجار حيث لا تتوفر فيه أبسط مقومات الحياة من الماء والكهرباء والصحة والتعليم وفرص العمل. الوضع الأمني والإداري في سنجار لا زال هشا وغير مستقر، وذلك بحكم الخلاف السياسي المستمر بين الحكومة العراقية المركزية وأقليم كردستان. على سبيل المثال، هناك قائمان لقضاء سنجار، أحدهم من طرف حكومة الأقليم والآخر من طرف حكومة المركزية، وهكذا بالنسبة لجميع دوائر ومفاصل الدولة الأخرى. العدالة لضحايا الإبادة لم تتحقق بعد، ولا يزال الكثيرون ممن تورطوا بهذه الإبادة أحرارا، ليس في العراق فحسب، بل في سوريا وتركيا وأوروبا والكثير من المناطق العالم، في ظل عدم وجود آلية محلية ودولية لمحاكمة عناصر داعش وجلبهم للعدالة. أكثر من 25% من المكون اليزيدي في العراق هاجر إلى الدول الغربية منذ 2014، وأضعاف هذه العدد منذ 2003، وهذا الحال بالنسبة للمسيحيين وغيرهم من الأقليات. مستقبل ووجود اليزيديين وبقية مكونات العراق من الأقليات كالمسيحيين والسابئة مجهول ومهدد بالانقراض، في ظل التعامل معهم كمواطنون من الدرجة الثالثة أو أقل في وطنهم على أرضهم التاريخية. فهم مسلبو الإرادة والحقوق والصوت. في هذه الذكرى الأليمة وباسم جميع الناجئات والمجتمع اليزيدي ومندمة يزدا، أدعو الحكومة العراقية الجديدة وحكومة أقليم كردستان والمجتمع الدولي على العمل على التوصيات التالية من أجل مساعدة اليزيديين للخروج من هذه الإبادة. أولاً، مقادات جميع عناصر داعش والمسؤولين والمتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر بهذه الإبادة، والذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية بحق اليزيديين وجميع مكونات في العراق بما يتماشي مع المعايير الدولية والمحاكم العادلة. ثانياً، إدراج الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية في قانون العقوبات العراقي، واعتماد مشروع قانون التعويض جميع ضحايا داعش. كما أدعو البرلمان العراقي إلى المناقشة والموافقة على قانون الناجئات اليزيديات الذي اقترحه الرئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح مشكورا، والذي أرسله للبرلمان في وقت سابق للمناقشة والتسويق. ثالثا، زيادة المساعدات والمخصصات الإنسانية لدعم العلاج النفسي والوضع الاجتماعي للنساء والرجال والأطفال الذين نجوا من الإبادة الجماعية، وخصوصا الناجئات الأيتام وعوائلهم. رابعا، تخصيص مبالغ مالية كافية لإعادة بناء مناطق الأقليات من البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية وضمان حمايتها من الهجمات الإرهابية في المستقبل. خامسا، حل المشاكل السياسية والإدارية والأمنية في مناطق اليزيديات والأقليات في سنجار وسهل نينوى، وإعطاء الحرية والأولوية لأبناء هذه المناطق لإدارة وحماية مناطقهم ومشاركتهم في قوى الأمن والشرطة والجيش. سادسا، العمل على الاعتراف بهذه الإبادة بصورة أكثر شمولا، والاعتراف بجرائم داعش وتجريم فكرهم الإرهابي.
في الختام أود أن أشكركم مرة ثانية لإصغائكم ولتضامنكم معنا في هذا اليوم، فليرحم الله جميع شهدائنا، وشكراً.